ما بين المنتجين بعد عشان بس نعددهم. طبعا بعد بعد روسيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية اللي كلها تقريبا في حدود 10 ملايين، بالنسبة لكندا والصين 4 ملايين 44%، العراق تقريبا في حدود 4 ملايين، البرازيل 3 ملايين، والكويت تقريبا 3 ملايين. فالكويت بلا شك لها دور في العالم، دور مهم جدا، والنفط صديق للكويت لأن برز دور الكويت عالميا ودوليا. ايضا من جمله الدحت تحت مسمى ماذا يعني النفط صديق للكويت، نناقش موضوع النفط بالنسبه ماذا يعني الاقتصاد الكويتي. طبعا اذا نتكلم عن يعني القاعده الانتاجيه فبلا شك ربما يعتبر النفط هو الصناعه الوحيده داخل القاعده الانتاجيه في الكويت. لا ننسى ان صناعه النفط في الكويت توفر فرص عمل مباشرة لتقريبا 20,000، وغير مباشرة مع القطاع الخاص تقريبا في حدود 40,000. كذلك تكلمنا عنها تضمن إيرادات ثابتة للاقتصاد الكويتي، دعم الشراكة مع القطاع الخاص سواء بالنسبة لتوفير فرص العمل أو بالنسبة للمقاولات أو بالنسبة لمشاريع أخرى. كذلك القطاع النفطي يقوم بتنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية العملاقة بالمليارات التي يعني تحرك الدورة المستندية داخل الكويت. وأخيرا تم توقيع العديد من المشاريع، سنذكر بعضها سواء بالنسبة لمشروع الوقود البيئي أو بالنسبة لمشروع مصفاة الزور أو بالنسبة لتطوير النفط الثقيل أو بالنسبة لتطوير الغاز. لا ننسى أن القطاع النفطي أيضاً فرصة كبيرة لتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية. كذلك القطاع النفطي له دور كبير في التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية سواء بالتعاون مع مختلف الهيئات، سواء المؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو بالنسبة لكسر معهد الأبحاث أو بالنسبة لمؤسسات دولية. كل الاستثمار في القطاع النفطي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة، وبالتالي يصب في باب الترشيد، خلق بيئة نظيفة خالية من على الأقل تقلص فيها الانبعاثات، ثم الاستخدام الأمثل. أخيراً بالنسبة لماذا يعني صناعة النفط بالنسبة للاقتصاد الكويتي، أيضاً دخول الشركات الأجنبية سواء العالمية أو الخدماتية والاستفادة منها في تطوير صناعة النفط والغاز في الكويت. طبعاً لما نتكلم عن تنوع، التنوع هو سمة أساسية في القطاع النفطي، يعني أساس أن القطاع النفطي هو التنوع، بدون التنوع يفشل. ولكن وهذا يعني سآتي على ذكره بالنسبة للسلايدات الجاية، والتنوع يشمل سواء بالنسبة للنفط الخام، منتجات بترولية، منتجات بتروكيماوية، أسمدة، داخل المنتجات طبعا منتجات متنوعة. فبلا شك أن التنوع هو أساس لنجاح هذه الصناعة. طبعا احنا لما كان إنتاجنا تقريبا احنا نستهدف تقريبا في حدود 50-50، فحاليا طبعا انتاج النفط هو اذا نشوف بالنسبه للنفط الخام تنتج الكويت تقريبا حاليا 3 مليون برميل يوميا، منها 2 مليون يتم تصديره كنفط خام، والبقيه يستهلك يحول الى منتجات بتروليه يتم تصديرها في الخارج. ايضا تنوع بالنسبه للاسواق، وتجد بالنسبة لمبيعات النفط الخام الكويتي طبعا نستهدف الأسواق التي تعود بإيرادات أكبر للدولة. طبعا غالب أسواقنا هي الأسواق الواعدة في الشرق، تقريبا تأخذ 82%. بالنسبة للمنتجات البترولية طبعا نتكلم هنا عن بنزين، نتكلم عن نافثة، نتكلم عن زيت الغاز، الديزل، فيول أويل، هذه كلها أيضا يتم تصريفها في مختلف الأسواق. غالب الأسواق بالنسبة للمنتجات هي منطقة الشرق الأوسط، الخليج العربي سواء بالنسبة للمملكة العربية السعودية أو بالنسبة للإمارات، والبقية يذهب إلى آسيا.
بالنسبة أيضا للغاز المسال، طبعا الغاز المسال يعتبر له استخدامات كثيرة، ولكن أيضا هو يعتبر يعني لقيم في صناعة البتروكيماويات، يذهب إلى هذه الدول آسيا بالذات، سواء الهند أو الصين أو الكورية أو إندونيسيا أو اليابان وسنغافورة وتايلاند. طبعا المشكلة الواقع الآن، ما الذي تغير؟ هو أن أسعار النفط هبطت بشكل كبير خلاف الفترة الماضية. الفترة الماضية كان عندنا مشكلة مالية، مشكلة اقتصادية. الآن وهذا المحور اللي الحين خلصنا المحور الأول، الآن المحور الثاني. فالمشكلة الحالية هي وجود وفرة نفطية. طبعا نتكلم كثيرا، وذكر أخواني سواء في هذه الجلسة أو الجلسات السابقة، أن موضوع التنوع الاقتصادي ليس موضوع جديد. دائما لما تهبط الأسعار يبدأ التكلم عن التنوع الاقتصادي وضرورة الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الموازنة العامة، لكن فعليا متى ما عادت الأسعار إلى التعافي على طول يتم نسيان هذا الموضوع. لكن هذه المرة لعل الأمر أكثر جدية، أكثر مصداقية. مو يعني طبعا جهود الحكومه واضحه، جهود الاعلام واضح، جهود الهيئات المختلفه واضحه، ولكن ايضا واقع السوق تغير من ناحيتين. الناحيه الاولى ان ضعف الاسعار، اذا ترى في السنوات السابقه كان لفتره بسيطه، سواء في 1986 او 1997 كان الضعف لفترات معينه ثم تعود الاسعار للتعافي، بالاضافه الى اسباب اخرى. اما هذه السنه من 2014 الى الان، اذا تلاحظ الخط الاحمر، اعتقد الخط الاحمر اللي هو اللي فوق، اللي يبدا من 100 وينتهي بتقريبا في حدود ال 50 دولار البرميل، هذا الخط مستمر، ويبدو ان الامر مستمر لفتره طويله بحكم دخول لاعب جديد للسوق النفطيه. كان في السابق غالب الاوضاع كانت اوبك هي المتحكمه وتنظم الطلب والعرض، ولكن الان في دخول لاعب جديد وامدادات جديده هي النفط الصخري. والنفط الصخري يعني استجابته للاسعار اكثر كثير، اقل بكثير من المتوقع، لذلك متوقع ان الاسعار الضعيفه هذه مستمره معنا لفتره طويله. السبب الاخر او الواقع الاخر، لو نظرت الى الوضع السوق من 2013 الى اليوم، فالزياده في الطلب كانت تقريبا في حدود المليونين و600، بينما الزياده من خارج الاوبك، هذا الاجمالي ها لمده السنوات هذه 2013 2014 2015 الفصل الاول من 2016، الامدادات الطلب كان ارتفع بمقدار مليونين 600، بينما الامدادات من خارج اوبك ارتفعت ب 4 ملايين و200 الف. شوف النسبه هذه بحد ذاتها تكون فائض، بينما نفط الأوبك ارتفع فقط في حدود المليون و300، فصار عندك فائض في السوق طول هذه السنوات في حدود المليونين و900 ألف. فهذه الآن عندك أسعار ضعيفة لفترة طويلة، عندك أيضا الأسواق تعاني من فائض في المعروض، وهذا الأمر مستمر معنا على الأقل يعني لسنوات قادمة، بالرغم من ان الكثير من طبعا ضعف الاسعار ادى الى ان الكثير من الشركات النفطيه تخفض في انفاقها الاستثماري بتقريبا في حدود 30% على مدى سنتين 2014 2015 مستمرين في 2016. فهناك مخاوف كثيره بان في المستقبل هذا سيؤثر في وجود نفط كبير، ولكن لا يجب ان ننسى ان ايران عادت، لا يجب ان ننسى ان هناك دول مثل ليبيا ايضا لديها قدرات متى ما صار عندها استقرار سياسي، بحيث أن على الأقل على طول ممكن يعود للسوق في حدود المليون مليون ومية. طبعا هذا بالنسبة لها. الآن شنو التوقعات بالنسبة حق المستقبل، أو شنو التحديات بالنسبة لصناعة النفط؟ طبعا توقعات أولا بالنسبة للطلب، الطلب على أنواع الطاقة مستمر، وهذا الكل متفق عليه، لكن هناك تحديات كبيرة تواجه النفط، سواء بالنسبة لاستمرار المعروض، اعتدال معدلات التنامي الطلب، التنافس من مصادر الطاقة الأخرى سواء الوقود الأحفوري أو الطاقات المتجددة. أيضا بعد مؤتمر باريس اختلف الوضع كثير،
أول كان فقط يعني الدول المستهلكة، الآن حتى الدول المنتجة أصبحت جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية في خفض الانبعاثات، وبالتالي هذه مسؤولية أيضا يعني تحد وتقيد من تنامي الطلب على النفط. لكن يظل النفط حسب كل الدراسات، يظل النفط هو من أهم مصادر الطاقة لعقود قادمة. لذلك أعتقد أن النفط، ما يعني أؤكد كلام أخي هنا، أن لا يجب أن نفكر أننا سنخرج من عباءة النفط، لكن النفط باقي معنا لعقود قادمة، ممكن أن يكمل في أشياء أخرى، سواء بالنسبة للسياحة، بالنسبة للغاز، بالنسبة للبتروكيميكال، بالنسبة للأمور أو الإمكانات الأخرى. طبعا من اهم الامور او من اهم الحلول التي يجب ان نفكر فيها بالنسبه ل يعني دعم قاعده الصناعات النفطيه، لدعم قاعده التنوع، هي تعزيز وتوسيع دور النفط الخام في خليط الطاقه عن طريق الاستثمارات، عن طريق الاستثمار في البحث والتكنولوجيا. طبعا هذه الدراسه مسويتها الاوبك، تجد أن النفط من بين مصادر الطاقة الأخرى فقط ينمو سنوياً من الآن إلى 2040 تقريباً في حدود 7%، بينما أكبر يعني بينما الغاز الطبيعي ينمو بحدود 2.4%. طبعاً الحصة أو مساهمة النفط ضمن خليط الطاقة تهبط من تقريباً 30% أو 31% إلى 25%، فالنفط وضع فيه هناك تحديات كبيرة. لذلك هذا أيضاً تؤيد أن نحن أمام موقع جديد، ولكن أيضاً تؤيد أننا نحتاج إلى الاستثمار في سبل، وسواء بالنسبة لقطاع البحث أو قطاع التطوير أو الاستثمار بالنسبة لكل ما يؤدي إلى تعزيز دور النفط في المستقبل. أنا أعتقد أهم موضوع بالنسبة للتنوع، التنوع بالنسبة للصناعات النفطية، هو موضوع البتروكيماويات، سواء هو موضوع بالنسبة لي يعني آفاق واسعة، وأيضا بالنسبة لمشاركة القطاع الخاص، لأن في النهاية البعض يقول تعالوا خلينا نخصص مشاريع معينة مثلا، ولكن القطاع الخاص أيضا ما يريد مشروع فاشل، يريد مشروع ناجح حتى يقوم عليه. فمن أهم الآفاق اللي نتكلم عنها دائما هي الصناعات البتروكيماويات، لأنها كأنها يعني خصوصا الدخول من خلال المشاركة مع شريك عالمي مناسب، والدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والمتخصصة، وذلك المحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأسواق النامية. طبعا تعتبر صناعة البتروكيماويات إحدى أهم الصناعات التي تدخل في كل جزء من حياتنا، ومنتجاتها متنوعة بالمئات لم يكن بالآلاف، فهي حاضرة في مجال الصحة العامة، الملابس، بناء المساكن، صناعة الأثاث، صناعة السيارات وغيرها. لما نرى في الكويت الآن نرى عندنا بتروكيماويات، عندنا شركة صناعة البتروكيماويات، عندنا شركة إكويت وشراكة ناجحة، لكن لما تأتي حدد المنتجات التي تنتج فقط 10 بالمملكة العربية السعودية، 100 في العالم تقريبا في حدود 3000 منتج، فهناك مجال واسع كبير، سواء كما ذكر أحد الأخوة أن نخلق صناعة كاملة. لما نتكلم عن صناعة النفط، صناعة الغاز، صناعة البتروكيماويات، صناعة الطاقة الشمسية، هذه الصناعة توفر تضمن سواء أنها مدخولها بالنسبة للاقتصاد الكويتي أو بالنسبة لتوفير الوظائف للشباب. وطبعاً القطاع الخاص ضروري أن يشارك في هذا، لكن أنا أعتقد الكلام كله طبعاً على القطاع الخاص، وذكر الدكتور خالد مهدي الصباح أن الشعار المرفوع هو شعار أن يكون القطاع الخاص هو يعني قائد أو رائد التنمية في المستقبل. أعتقد هذا أمر مهم وأمر ضروري. أنا أميل إلى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. أيضا القطاع الخاص لابد أن تكون هذه الشراكة على أسس تجارية بحتة لبناء الوطن وتعزيز اقتصاد وطني متنوع، من دون أن يمثل عبء على الدولة، حيث تستهدف طبعا الشراكة بالنسبة للقطاع النفطي أمور معينة. أولا خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة،
تطوير الكوادر الكويتية بشكل مباشر وغير مباشر، الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم أعمال المقاولات والخدمات المساندة وتبادل الممارسات المثلى، تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية عن طريق رعاية بعض المبادرات التي تهم المجتمع سواء المتعلقة في خلق بيئة نظيفة أو التعليم أو الصحة أو المعاقين، كذلك إشراك القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة، هنا طبعاً بعد الدراسة، هناك في دراسات كما تعلمون في دراسات كثيرة في بحيث أن يتم تخصيص أجزاء منها. طبعاً لابد من الاستفادة من تجارب سابقة بالنسبة لتجربة الفحم المكلسن، بالنسبة لتجربة محطات البنزين، نحن مع الخصخصة ولكن ضروري شيئين، تأهيل القطاع الخاص، القضية الأخرى لابد من الاستفادة من ما تم خصخصته في السابق. الموضوع الثاني موضوع تحقيق أقصى قدر من التكامل ما بين عمليات تكرير وعمليات البتروكيماويات. طبعاً الآن هذا قد ما يدخل في التنوع، ولكن هذا يدخل في إيرادات ثابتة للدولة، لأن هوامش الأرباح سواء بالنسبة للنفط الخام أسعار مواطية أو بالنسبة لعمليات تكرير أو بالنسبة للبتروكيماويات تنخفض وترتفع وفق أوضاع معينة. وهوامش الأرباح بالنسبة لعمليات التكرير هي عبارة عن الفروقات ما بين النفط الخام وبين المنتجات، لذلك تحقيق التكامل ما بين مختلف الأنشطة هذا يؤدي إلى تقليل، أول شيء تحقيق ربح أكبر، تقليل الخسائر، ثبات الإيرادات، لأن أنت بالنهاية يعني تستفيد من الفرص الموجودة. إذا مثلاً صناعة التكرير ضعيفة، هوامش الأرباح الضعيفة يساندها ويقويها ويعززها البتروكيماويات، ومن هنا جاءت فكرة أن المشروع بصفات الزور مع مشروع الأوليفينات والأروماتكس اللي في الزور متكامل مع مشروع استيراد الغاز المسال، أن تكون شركة واحدة متكاملة وتعمل. فبناء مصفات الزور الجديدة بطاقة 615 والتي تضمن تزويد محطات توريد الكهرباء بكميات الوقود ذو المحتوى الكبريتي، تنفيذ مشروع الأوليفينات الثالث والرابع. طبعاً تحقيق التكامل بقصد التوسع في نشاط البتروكيماويات والذي سيطرح في 2017. كذلك موضوع اللي هو تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية اللي هو تحول النفط الخام إلى منتجات، وهذه المنتجات تكون نظيفة وتتماشى مع أنماط الطلب العالمي، لابد أن تكون يعني القدرات التكسيرية للمصافي في أعلى مستوياتها. وهنا يأتي مشروع الوقود البيئي الذي يضمن أسواق للمنتجات البترولية وبأسعار السوق، يعني أنت لو استمريت بدون الوقود البيئي ممكن يعني أنت غالب مبيعاتك ككويت هو عبارة عن الديزل وزيت الغاز، هذه الأسواق في الغالب بدأت يعني تتحول إلى أنماط من زيت الغاز والديزل ذات المحتوى الكبريتي تقريبا 10 بي بي ام، وبالتالي هذا المشروع ينقذك في أن تكتسب أسواق جديدة ويجعلك عندك المرونة والكومبتيتيف إيدج. أخيراً وهو أهم موضوع، وهو أنا عندي موضوعين، موضوع البتروكيميكال، الموضوع الثاني اللي لابد يتم عليه التركيز ويتم عليه التركيز هو موضوع إنتاج الغاز الطبيعي، لأن سواء حاجة الكويت أو بالنسبة لموضوع البيئة أو بالنسبة للبتروكيميكال نحتاج إلى تطوير الغاز ولدينا كميات. ايضا من الامور التي يعني تعين في حاله سواء العز او تعين بالكويت في الان وفي المستقبل ونؤكد عليها هي موضوع رفع القدرات الانتاجيه للكويت. طبعا الان انتاجنا 3 ملايين مع نهايه العام سيصل او بدايه العام القادم يصل الى 3 ملايين و150، سنصل الى 4 ملايين في 2020. طبعا اجمالا وبس عشان الخص التوصيات المهمه، اولا توسع في صناعه البتروكيماويات واعتقد واضح، تطوير انتاج الغاز الطبيعي، كما ذكرت الاستثمار في قطاع البحث والتطوير لتعزيز دور النفط في خليط الطاقه، الاستثمار في استخدام وتطوير تقنيات تهدف في رفع كفاءه استخدام الطاقه، تشجيع وتعزيز مشاركه القطاع الخاص على اسس تجاريه، التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، تشريعات تنظم وتشجع الاستثمار الأجنبي. مشكورين وسامحونا على الإطالة.
شكرا للأخ المهندس محمد الشطي. وبالتأكيد أن النفط صديق، يعني لولا النفط يعني يمكن ما تعلمنا، يمكن ما نعرف نتحكى حتى في مناسبة مثل هذه. لكن يعني النفط له جوانب إيجابية عديدة علينا، لا أحد يستطيع أن ينكرها. مشكلتنا مع النفط أن أصبحت علاقتنا معه غير متكافئة، أنه هو سيطر علينا، هو فرض ثقافته علينا. المفترض أن إحنا نوظف النفط لتحقيق الاستدامة، لتحقيق تعزيز القدرة التنافسية. لكن المشكلة أن مع الأسف أن مثل ما عبر بعض الأخوان، قال أن النفط هزمنا. يعني بعد 60 سنة من العلاقة مع النفط، إحنا أنا في تقديري الشخصي استسلمنا بالكامل، وأصبح هو يحدد اتجاهنا. يرتفع سعره ننتعش، ينخفض سعره تصيبنا كآبة ونبدأ نخاف من المستقبل. فالتحدي الحقيقي أنا في تقديري حل أي جهد تنموي هو بمقدار ما يخفض نسبة النفط من الجي دي بي، بمقدار ما تحقق استقلالية للاقتصاد، بمقدار ما تتأكد أن عندك اقتصاد قادر على الاستدامة بدون نفط. والنفط يلعب دور إيجابي وكبير، ومن حسن الحظ ومن نعم الله علينا أن عندنا احتياطيات نفطية كبيرة. لكن هذا لا يعني أن إحنا نترك كل الأمور على النفط، وهو النفط يقرر بأي اتجاه إحنا نسير. شكرا مرة أخرى للمهندس الشطي محمد الشطي، راح يكون الجزء الأخير من السيشن هذا مع المستشار خالد الحشاش. طبعا المستشار خالد الحشاش عنده كثير من المشروعات مبادرات، بصراحة وايد ما راح أقدر أقراهم كلهم، لكن بالأخير أنه المستشار خالد الحشاش عنده مرجع في مجال الاقتصاد المعرفي بعنوان الاقتصاد المعرفي الثروة المستدامة، ويعكف حاليا على إعداد كتاب بعنوان الحكومات المعرفية خارطة الطريق. تفضل الأخ. تمام همسك، احنا المفروض زياده 5 دقائق. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. بدايه نوجه الشكر للاخوه القائمين على الجمعيه الاقتصاديه الكويتيه على هذه الاستضافه وتنظيم هذا الملتقى الهام لمناقشه سبل تطوير القاعده الاقتصاديه في دوله الكويت، بالاخذ بالاعتبار في مفهوم الاقتصاد المعرفي، كون ان راح اتكلم بهذا الشق بشكل على وجه الخصوص. خلال البرزنتيشن راح اتطرق الى 3 عناصر اساسيه. العنصر الاول مفهوم الاقتصاد المعرفي بشكل موجز. الامر الثاني نتكلم على مصادر انتاج ونقل المعرفه وربطها بالحاله الاقتصاديه في دوله الكويت. الامر الثالث التوصيات التي ممكن ان يتم الاخذ بها لتحقيق نقله نوعيه في مفهوم الاقتصاد المعرفي من خلال تبني هذا المنهج في دوله الكويت. بداية لابد أن نصحح بعض المفاهيم المتعلقة في الاقتصاد المعرفي، فيما يتعلق بأن الاقتصاد المعرفي ينظر له بأنه اقتصاد قائم مستقل بذاته. الاقتصاد المعرفي هو بالنهاية عبارة عن وعاء أو منصة. هذا الوعاء أو هذه المنصة يمكن من خلالها أن يتم تطوير كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المقامة في الكويت، بمعنى أن القطاع النفطي أو الصناعي أو الخدمي من الممكن أن يدار بالطريقة التقليدية الآن المعمول فيها في دولة الكويت، أو بالطريقة المعاصرة من خلال النظر إلى المعرفة بأنها هي عنصر وأصل اقتصادي قابل للاستثمار وزيادة المخزون منه، ومن ثم تحقيق العناصر الأساسية المرجوة من الاقتصاد المعرفي، زيادة الإنتاجية والربحية وخفض النفقات. لذلك بأن ننظر الاقتصاد المعرفي كتعريف عام، لم تتفق الدول والمنظمات الاقتصادية والكتل الاقتصادية على تعريف موحد للاقتصاد المعرفي، لكن هناك في إطار عام بأن ينظر إلى المعرفة بأنه هو أصل اقتصادي. هذا الأصل الاقتصادي يتم من خلاله إدارة بشكل ربحي لتحقيق المنفعة كقيمة مضافة للدولة، كزيادة الإنتاجية ورفع المستوى الربحية للدولة وخفض النفقات. لذلك ينظر إلى الاقتصاد المعرفي، ينظر له بأنه هو فن إدارة الأصول المعرفية، بمعنى أن لكل دولة أو لكل إقليم لها ثقافتها المتصلة فيه. يعني لا يمكن أني أنا أخذ طريقة أسلوب الآسيويين أو الأوروبيين وطبقها في البيئة الكويتية والخليجية، لاختلاف الثقافات ما بيننا وبينهم، سواء كان في الإنتاج،
سواء كان في الإدارة أو سواء كان حتى في أسلوب التفكير. فيفترض أن ينبع مفهوم الاقتصاد المعرفي في بيئتك لأنه هو الأقرب لك للتنفيذ والتطبيق. الأمر الثالث بأن الاقتصاد المعرفي يستمد أو أنه يعتمد على ثقافة الدول. كنا إحنا كدول عربية بما في دولة الكويت دول مستهلكة للمعرفة. إحنا نظرتنا للمعرفة مجرد أن نقوم بالتعامل معها للشغل أو لتنفيذ أمور محددة، لكن لا ننظر إلى المعرفة بأن هي مصدر رئيسي لتحقيق الربحية والنهوض بالأنشطة الاقتصادية، وهذا بخلاف ما معمول فيه عالمياً. عالمياً المعرفة يتم التعامل معها بأنها مورد رئيسي لتحقيق الربحية ومورد رئيسي لتحقيق التنافسية ما بين الدول. وهذه تكمن قضية فلسفة كيفية إدارة الاستثمار الدولة. نحن في دولة الكويت ودول الخليج نعتمد على الإدارة أو البابليك إكسبندتشر اللي نفقات العامة للدولة. هذا النمط أو هذا القالب لا يتعامل مع النمط المعمول فيه عالميا من ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي. عالميا ما يسمى في البم اللي هو البابليك إنفستمنت مانجمنت، اللي يتم الدينار اللي أنا أنفقه يجب أن أنا أقيس العائد عليه في جانب التعليم، في جانب الخدمات، في جانب الاستثمار في البنية التحتية. اللي حاصل عندنا إحنا نخصص الميزانيات لتغطية نفقات الجارية للدولة دون النظر إلى مفهوم العائد على هذه النفقات. وهذا يقودنا إلى نقطة أساسية من مفاهيم المتصلة في الاقتصاد المعرفي، الرؤية للقياديين في كيفية التعامل مع المعرفة. إحنا نعاني بشكل أساسي، وهذه المعضلة الأساسية في دولة الكويت، بأن نفتقد إلى هذا النمطية أو نفتقد إلى هذا النوع أو النمط من القياديين اللي عندهم رؤية واضحة في كيفية النهوض في مؤسساتنا الاقتصادية. هي القضية ما هي قضية نفط أو صناعات. لو إن إحنا كل الصناعات اللي في العالم متطورة يبناها في الكويت نقلناها، لا يمكن أن ننجح في ظل هذه العقلية المتاحة أمامنا في مؤسساتنا الاقتصادية. معظم الموجودين في القياديين للأسف الذين يكون على المؤسسات الاقتصادية لا يتصلون إلى مفهوم الاقتصاد، وليس لهم علاقة في مفهوم الاقتصاد، ولا عندهم قدرة على إدارة هذه المرافق الاقتصادية. لذلك نحن في كل مرة نعاني من فشل ومن تعثر في إدارة مواردنا الاقتصادية. من المفاهيم الأخرى كذلك في الاقتصاد المعرفي قضية النولج وركرز أو موظفين المعرفة، وهذه لها شقين، إنبوت وأوتبوت. الإنبوت يتصل في التعليم. إحنا تعليمنا تعليم إيداعي، الاقتصاد المعرفي يعتمد على التعليم الإبداعي. إحنا تعليمنا تعليم تلقين، الاقتصاد المعرفي يعتمد على التعليم